الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أسباب تقوش إيا اللي بانت لقوقار الدنيا خربا وحاوينا الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أدونك إلهي حقي سين وشيستو وإلهي وكقابل قلبي سي حبنه سي نولشي صورة منا نقطو نولل إلهي سبحانه وتعالى رالي قلينيس إنو أدونك نقضم دي إلهي سبحانه وتعالى وهو قانسا وأنو السيدو إلهي كدوناي قادنا يا أمر هذا إلهي كتغيو كفغان يوحكستو إلهي سبحانه وتعالى وديدي أقبل إياه أو يال إياه أحكامته إلهي دمان تيدبع هذا وافق ذا هودي سيد دوخ يد ونست النفتيس إياه هدي أي خلاف طبع. أيها المسلمون عباد الله، قول درد إياه نلشحن أرنت أوين صابت أواهي أدوية دا إنت لتشوغو آخرنا إلهي عذاب كيس صابتا والإعراض عن الله وعن دينه أدوان كوينو كتشيستو إلهي سبحانه وتعالى إلهي الدين تيسا أدوان كوينو كتشيستو وهو ديدو أقبل وايو أمر رد إلهي وهو قنسمي وايو نوعي هذا تيسا الشداسي وحاو الدران الإعراض عن أصل الدين الذي يكون به المرء مسلما قف كوينو كتشيستو وحد دين تأصل يسا أساسوه وهدين لو يقفكو نقون يقف المسلم هين ومسلمين مدي سواء كحران تهي إنو كتشيست برشديد إنو كتشيست الرومين تهدي الرعيس تهد إنو كتشيست تعايل كيدا إيا محبة ديدا نوعية كلافة ربضان باكسي هو سيئ وهي كمي تهي قفكو إنو كتشيست وحيابها إلهي وكواتي بيا إسلام نمدو يعني كحران ببرشدوده فولين تودي يكو عمل فالكو دي دغنقلين تودا إنو كتشيستو سنة ياشا إلهي سبحانه وتعالى وتلمامي أدوانكو إلهي هدو أقود دوادو درة تسرينو كقادا أيو أيها المسلمون عباد الله، ما دام أوي هاي عراد كامة تشيست شد النوع عاسي هاي مدهاليست النوع عاسي حمبارسا وفك إلهي كتاب كيس آخرية وحكوار كيا آيات القرآن وتربضا وأدومها إلهي أقدقا إياه إن قدام كوى إلهي كسي جيدا كوى إلهي سبحانه وتعالى دين تيسا برشدادا اسكو حكم كيدا كدقا كيدا يوهو قانسا كيدا إيا نلشا إن لغو صلايا كسي جيدا ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وحي عدين علماء الإسلام الذين فهموا الكتاب والسنة وآمنوا بالله وبرسوله وبكتابه ودينه. ولماذا إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا قون طوله إلهي الرميي رسولك الرميي دين الإسلام الرميي وناقو دمئين كتيرو في إقبال العبد على الله الدون كوينو إلهي قابل سبحانه وتعالى وقلبي قيسو نغضو مد إلهي سيدا مايستران الرميسان وحد اليقين قاري إنو قلبي قيسو نغضو مد إلهي حصوصا وربي سبحانه وتعالى أن إلا بن مد إلهي أمهد نقا ونعم كإلهي أن ضفرين مد إلهي تعالوا وينين إياه مد إلهي سبحانه وتعالى كحشون إياه مد إلهي عابد إياه كأنه يراه سيدو أركوك لأ هديك لنا إساق ومر والبا يقينسا إلهي سبحانه وتعالى إنو أركيه إن أدونك إلهي سبحانه وتعالى وكقابل بجميع جوارحه وحبنه صورة مياه النقدان مستسلمات لله رب العالمين منقادات له ك
كو إلهي سبحانه وتعالى وهو قانسن ورب سبحانه وتعالى هينؤه إنو أدون كو إلهي كو قابلو وحكستو إلهي رالي قلنا إيه وحكستو إلهي كعريسين ينو نلشي سو كهفو كديرادو إنو أرنتا ستهاي أرنتا لغو قادو نلش ونأكسن الراحة نبتا دوية دي انت لتشوغ آخرنا لغو قادو إلهي نعيم كيس هذه تعلق تقول لغو بدلو إن إلهي لغا تشيستو دين تيس لغا تشيستو أدون كقلب جيسو نقضم دي إلهي كتشيده وحبني سواي نقضان كوا خلافسا أمر رد إلهي إن أرنتا استهيتا نلش حن صوابتا وهلك نلش حن ماهي كبلابنتو يواجد وكبريو وحدى الرازي رحمه الله مطلع الخيرات وعنوان السعادات هو الإقبال على الله تعالى هل كواجه خير كودم وكبرية وكبلامه على مدي أستان وآه نولل ونكسن دمان تيدبع والإقبال على الله وإنه أدونك إلهي قابل سبحانه وتعالى سيدما يسترن ومطلع الآفات ورأس المخافات هو الإعراض عن الله هل كاي كبل أمان آفوين كي مصائب تودمي إذا دونك قلبي كقد عدي من حملك لك قد عدا نلش الدنيا متكو أصيبته يا أخيرا متكو هبس تبع ورأس المخافات وحلا لي وحدي بيا لقب قودن وحمد حواهي هو الإعراض عن الله وإنه أدونك إلهي كتشيستو والبعد عن طاعته وإلهي سبحانه وتعالى يلي تانكيسي كامر قادر شديسة وكف قادو والاجتناب عن خدمته إلهي أشقين تيسا يفل انت أمر ردي السنة متكفقوا النقضة وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى أدوانكو إنو الله بتعليل كالدريمه يوروري والبهاري مروغ كفرا لغاية أسباب تيدرين أنو قران هاين ونلشو أود دمي ويدو إساقوا هايستا وحي بني آدم كن راحاو يقانين عدن سبب تأوه إنا رنتا سيائي لاذا هاي وإنو أدوانكو إلهي سبحانه وتعالى وكتشيستو وتعلق القلب بغيره أدوانك قلبك سراء نغضمتك الله على هذا وكحرا إلهي سبحانه وتعالى عدان هاي وكم إذا مخلوقاتك والغفلة عن ذكره يا أدوانكو إنو نغضو إلهي حسوس نانتي سي حسكي سميد موغن ومحبة سواه وإلهي عدان هاي انتعال محبة إلهي مدلا مدى أما مدو كسر رئيس سبا أما بس محبة صابق النقطين وأمرك إلهي خلافه وحي إلهي أدري أضيعه وحي إلهي سبحانه وتعالى أدري دين أصمي يتعالك شيئا سوق بأوقي فإن من أحب شيئا غير الله عذب به قفك شيئا إلهي هاي تعالى هذا تعالى شرعي هاين وكوين الشيئين أي كمديهين شيئا لفتي سيالق عذابه وسجن قلبه في محبة ذلك قلبك سنوح نقضى مد تلك محبة شيء أوه هي كحرا وكحرا إلهي سبحانه وتعالى يا الإقبال على الله يا الديار قروق الدار الآخرة يا أصحيق هذا الشدى لكلك إلهي سبحانه وتعالى فما في الأرض أشقى منه أدونكم مركو صدى نقضى مد إلهي كسي تشيدة مخلوقات كانوا تشيدة حقه دو تشيدة مد إلهي إسكي إلا بي مخلوقات هذا الهيا مد إلهي سبحانه وتعالى تعال كهدين وتعالى ذو مخلوق تعالى ذي مركو درجة دا سيقارو وحو نقونا يا مد دولك دوشي سان وچوغين مد إساقا كالليبان إيا قول دران وإساقا كنول الحمي ولا أكسف بالا سديحو أمدوبا دا مقرحدو أيا قلوبتو أمدوباتا وحن نقول يا كددك أقو قلبي مذوبات وين بنقول يا دون كاس ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا وحن نقول يا ميدان نولك تشوغين من إساء كان ولا الحن إساء قول ما لا دوية النوع والباهيستة وأيو حق راحة دبتا ينرش في عن حقيقة هذا وحي سابي وكمقن والإقبال على الله ومحبة الله والإكثار من ذكر الله والاستسلام لرب العالمين والانقياد لأوامره
وقبول أحكامه ولا أتعب قلبا وحن نقضى قفك قلبك سنباتة أبداً يا أيها السطح أيها المسلمون عباد الله الدوم هو الله بنوع كوي عراد كايات جيس الشداسي كتشرا وهذا نانس أغيم با وكو قدران كواسي تاسين وحي سابتا ودادا حنين مدو إني كسي فقادان يكو وحالة دا كتشرا لكن اسدرانسان وقلبي قودو مربو عنانان ايو او لورا تشين ايو حالة دا سيني كسو نقدان او إلهي سبحانه وتعالى يقابلان إلهي دينتي سنا إيالان أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من المقبلين على الله وأن يبعدنا عن الإعراض عن الله وعن دينه وأوامره ونواهيه وأحكامه وشرائعه اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.